تابع معك، بس بدي انتقل مباشرة لرئيس مؤسسة النورج الدكتور فؤاد أبو ناظر، معي صار على الخط. دكتور فؤاد، أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. أهلين، مرحبا. بدي هيك منك اليوم، يوم حزين، يوم 14، يوم 4 آب، أربعة آب، يوم نعم. 4 آب، يوم حزين عم بعيشه لبنان. 3 سنين على انفجار هز العاصمة، دمر أجزاء كبيرة منها، 240 شهيد، 7000 جريح، هجرت الناس، في ناس بعد ما رجعت على بيوتها لهلأ. شو بتقول بهيدي الذكرى؟ أول شيء أنا موجود هلأ بسكنة رجال الإطفاء ببيروت، ونحن رح نواكب المسيرة يلي رح تنزل صوب البور. أنا بحب أقول هيك شغلتين أساسيتين اليوم. يعني إذا نحن ما رح نتحرك ونحكي رح تفوت القصة، وبذات الوقت نحن بدنا نجي نقول هون لكل الناس اليوم إنه نحن بعدنا موجودين، وبعد هالقضية بقلوبنا وبعقولنا ما رح نتركها تموت. هيدي أول شغلة. ثاني شغلة كثير مهم، كثير مهم، كلنا سوا نبلغ هالجماعة يلي هم اليوم قاعدين بالسلطة، إنه إذا أنتوا ما رح تتحركوا، ما رح تخلوا تفكوا صراح القضاة حتى يعملوا شغلهم، لأن نحن من آمن بالعدالة اللبنانية وبالمحكمة اللبنانية. إنما إذا أنتوا رح تضلكم آسرين القضاة مثل ما أنتوا عاملين اليوم، نحن بدنا نتوجه إلى المحكمة الدولية، لأن ما في مجال إلا ما ناخذ حقنا بالنسبة للشيء عم بيصير اليوم. شغلة ثانية كثير مهم كمان، إنه كل اللي عم بيجربوا هلا يطمشوا هالذاكرة هيدي، وينسونا إنه صار في كارثة طويلة عريضة بلبنان. نحن كثير مهم إنه نعمل حديقة تذكارية لهال 240 شهيد يلي سقطوا، 6500 جريح، وكل هالناس يلي تعذبوا وانقهروا. لازم يصير في محل نقدر نروح على القليلة نقعد مع بعضنا ونستذكر هال 240 بالوجوه بالصورة وبالاسم، حتى تضل الأجيال المستقبلية الجاية من بعدنا يعرفوا شو يلي صار. ومشان هيك إنه منكون نحن عم نقول لكل هالناس يلي اليوم عم بيجربوا يطبشوا هالحقيقة، يلي عم بيجربوا ينسونا إياها، إنه نحن ما رح ننسى. دكتور فؤاد، حكيت عن تحقيق دولي أو محكمة دولية، في أفق نعم. اليوم هل المجتمع الدولي حاضر حتى يساعد لبنان بهذا الموضوع؟ عم نشوف يعني استنكارات هيك عادية من قبل المجتمع الدولي بالذكرى الثالثة لانفجار المرفأ. نعم، أنت معك حق، إنما في اليوم مجموعة ونحن عم نساعد معها لهالمجموعة هيدي، يلي هي عم تشتغل لحتى تقدر توصل الصوت وتقدر حقيقة ترفع الدعوة وتقدم الملف للمحكمة الدولية. وبالوقت الحاضر رح نتركها هلا، ما نفوت فيها أكثر من هيك، لحتى نترك هالشباب يلي عم يشتغلوا إنه يتقدموا بالشيء اللي عم يعملوا. بدي أحكي أنا وياك بموضوع كمان مهم، يعني بعد انفجار المرفأ 4 آب 2020 كان في دور كبير للمجتمع المدني، وحضرتك رئيس مؤسسة النورج. كيف ساهم المجتمع المدني بإعادة الإعمار، خاصة إنه المجتمع الدولي ودوليا كان في عدم ثقة كلية بدور الدولة اللبنانية أو مؤسسات الدولة اللبنانية؟ يعني فيني أكد لك، أنا كنت من أول لحظة على الأرض، وبقينا على الأرض نحن وكل المجموعات تبعيتنا وكل يلي إجوا معنا ساعدونا. بدي أقول لك شغلة، ما كان في وجود لأي حدا، لا نواب ولا وزراء ولا بلدية بيروت، ما كان في إلا جيش اللبناني فقط على الأرض يلي هو إجا شوي جرب ينظم الشغل. كل المجموعات يلي نزلت اشتغلت هي جمعيات أهلية وإن جي أوز نزلوا اشتغلوا، ولو ما منهم ما كان صار في إعمار للمنطقة المدمرة من جراء الانفجار. نحن النورج كنا على الأرض كمان، ورحنا على منطقة الكارانتينا، رممنا هون 61 بيت، وبذات الوقت اشتغلنا حتى نساعد مستشفى الروزير الوردية حتى يرجع يوقف على إجراء بأسرع وقت، وكمان سرحنا ساهمنا بشيل الركام والردم يلي كان موجود مدرسة فرع. بهالطريقة هيدي نحن كنا عم نساهم مباشرة على الأرض من خلال مساعدات عينية،
أو من خلال ترميم البيوت حتى نرجع نخلي الناس بأسرع وقت يرجعوا بيوتهم قبل الشتاء. وعملنا بالآخر بالختام بعيد الميلاد عملنا بمدرسة الفرير الجميزة عملنا احتفال ميلادي مع معرض لكل الناس يلي حبوا يلي كانت تدمر محلاتهم يجوا يعرضوا يلي إجمالا عندهم يبدعاتهم حتى نقدر نساعدهم حتى يقدروا يفوتوا شوية مدخول تقدروا يحطوا. دكتور فؤاد، بعيدا عن مؤسسة النورج نحكى كتير عن فساد يعني طال بعض المؤسسات الانجيوز، مزبوط هيدا الشيء ولا لا؟ يعني صحيح صار هناك؟ اكيد هالحكي، اكيد هالحكي مزبوط. بس فينا اكد لك كمان انه اكترية الانجيوز يعني نزلوا على الارض عملوا عمل رائع رائع. ما فيني اقول لك هالشباب اللي كانوا موجودين على الارض شو كيف اشتغلوا. نحن خبروني الشباب كنا فوتنا تعبات، نبعت مجموعة حتى ياخذوا القياسات يشوفوا كيف بدهم شو بدهم يبلشوا يعملوا يرمموا او شو ناقص شبابيك بواب الى اخره. نجي بعد يومين نلاقي انه ركب مثلا الازاز او ركبوا البواب. يعني كان في حقيقة ناس مستأتين ينزلوا على الارض ويشتغل على الارض. وانا بدي اخلي هالصورة هيدي عندكم عند الكل. تعرف انه اول صدمة اللي صارت ثاني نهار الشباب والبنات نزلوا على الارض بلشوا يكنسوا الطرقات ويشيلوا الردم عن الطرقات، ما حدا طلب منهم، وقال كل واحد راح اشترى المكنسه تبعيته ونزل. فبس بدي اقول لك شغله، في مره كنت انا جاي نازل على 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 تحت على سطر بيت، وقفت على على الجديده وكان في بعض ضوء احمر ماشي وقتها، وكان في سياره فيها ثلاث بنات وطالع من الشباك السياره العصا تبع المكنسه. فوقفوا الناس نزلوا من السيارات قعدوا دير مدار السيارة فيها البنات وبلشوا يزقفونهم. بس بدي اقول لك هيدي الصورة التعاضدية لازم تبقى بأذهان كل الناس. دكتور فؤاد أبو نادر، لأنه في يأس عند الناس اليوم، بدي منك هيك بكلمتين جواب هيك سريع، أنت تثق أنه أهالي ضحايا المرفأ، الشعب اللبناني اللي تضرر، المشردين، الجرحى، رح يوصلوا تيعرفوا حقيقة انفجار المرفأ ويتحاسب اللي كانوا السبب فيه؟ أنا بقول لك إيه، يعني مثل ما رايح البلد ولا يمكن إنه هيدي الطبقة تضل هي ماشية بهالشكل هيدا. أنا واثق إنه الحقيقة رح تظهر لو مهما طالت. شكرا لك دكتور فؤاد أبو نادر رئيس مؤسسة النورج، بدي أشكر مداخلتك معنا الليلة.